أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم هو السبت المقابل 16/3/1440 هجرية، المقابل 24/11/2018. رقم الحلقة 386 بعنوان اليوم العالمي للشهامة. طبعا الحلقة اللي سبقت تكلمنا عن اليوم العالمي للمروءة، وقلنا لك أن تتخيل لو كان هناك أناس يقودون الأمم بدون مروءة. تخيل أن حدث مثل هذا، كيف يكون حال الناس؟ طبعا بحثت في جوجل لأنني أجد اليوم العالمي للشهامة، فما وجدت ذلك في الجوجل. هذا يعني أن لعل من مفهوم ذلك أن عند أكثر الناس بالأمم لا تعني لهم الشهامة شيء، لعل خلق كاد أن يندثر، وهو معروف عند العرب في الأساس، وأكيد عنده الأمم الثانية. طيب، الشهامة هي خلق حميد، هي خلق يعني محمود، وخلق نبيل، وخلق شريف. فالإنسان بدون شهامة مشكلة. هذا يعني نسأل الله العفو والعافية، تعتبر مسبة وخلق ذميم ولا يليق بالإنسان سواء مسلم أو غير مسلم. لازم يكون هناك شهامة، لازم يكون هناك نخوة. تصير مشكلة في الشارع حتى بدون وجود السلطات، تلقى الناس يحبون لفض النزاع ولنصرة المظلوم. هذه من اللي يدفع الناس هو خلق الشهامة. وقد يتعرضون الذين يحملون خلق الشهامة لذهاب حياتهم، ويتعرضون للإذاء الكبير. و يعني يدفعهم هذا للحاق الأذى بهم، لكنهم يتحملون ذلك في سبيل حملهم هذا الصفة الخلقية الحميدة النبيلة. إذن الشهامة لابد من وجودها في الإنسان عموما، وخاصة للمسلم، أن لا يليق بالمسلم أن لا يكون شهم. الصفة هذه صفة لو استمر الإنسان يكتب عنها لعله يعني يطول به الوقت حتى يفيها شيئا من وصفها، لأنها هي يعني مكون أساسي من مكونات الإنسان النبيل ذو المروءة وذو الشيم. إنسان الشيم الذي يحمل القيم والشيم والأخلاق والنخوة والمروءة والشرف والأمان والصدق والوفاء لازم يكون شهم. لابد أن الشهامة مهمة جدا جدا. إذن لنركز على بعث الشهامة في الناس وإحيائها و تلقينها لأبنائنا في البيوت حتى يخرجون وهم ناس يحملون هذا الخلق الحسن، حتى يسود التراحم والسلام والتعاطف بين الناس. أنا نرى بعض البلدان يتقاتلون والناس يمرون من عندهم. ما هذا؟ أعوذ بالله، هذا خلق ذميم. شهامة
تحتم عليك أنت تفك النزاع بين الناس، وقد يلحقك أذى، وقد يلحقك أذى كثير. لكن هذا الخلق النبيل يدفعك لهذا. العز يبغى له تعب، الشرف المحافظ على هذا الأخلاق النبيلة تحتاج إلى تقديم تضحيات وتعب لن تحصل على هذا النخوة والشامة والمروة وكذا إلا بتعب، وإلا كيف تكون إنسان نبيل وصاحب خلق وصاحب وفاء ذو أمانة إلا أن تقدم أشياء وتتعب من أجلها. يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتالي. طبعا الذي يقدم في المعارك لازم يقتل، أما الذي يقول أنه خاض مليون معركة وما في شيء هذا كاذب. الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل الناس وقتلوا إلا شيء في أحد، فلا أحد يدعي يقول أنا حاربت وقاتلت ونجد أنه مات كما يموت البعير كما قال خالد رضي الله عنه. فلازم تعب، ما حد يقول والله أنا كريم ومدري إيش وكذا وهو ما قدم شيء. هذا ليس زعم غير صحيح، لأن الذي الكرم وكرم الخلق في الأساس، ولازم تتعب. الذي يسوي مسابقة لجبال الهملايا مثلا، الذين تسلقوا جبال الهملايا أي يعني قدموا تضحيات وتعبوا ومرضوا وتحملوا البرد إلى آخره، لكن كتبوا في التاريخ أنهم تسلقوا جبال الهملايا لارتفاعها كما أذكر 8800 وشيء من هذا متر فوق سطح البحر، يعني تقريبا حول 9 كيلو. تخيل 9 كيلو في السماء، وقد رأيناها، كنا نطير نراها من قريب، عليها ثلج كأنها سحب. إذن الأخلاق الحميدة، الأخلاق النبيلة الشريفة يجب المحافظة عليها وتدرسها، ويجب التعب من أجلها، ويجب تقديم القرابين والتضحيات من أجل الحفاظ على هذه الأخلاق الحميدة النبيلة الشريفة التي تكون في مصاف وفي قمم الأخلاق والشيم. لأن الإنسان، انظر حتى الجاهلية التي نسبها، وكانت الحقيقة يعني الصحابة رغم أن يعبدون الأصنام أكثر شهامة وصدق وأمانة ومروءة، نعم حقيقة، من أكثر الناس في وقتنا هذا، أو من بعض الناس في وقتنا هذا كانوا يحملون الجاهلية النخوة والشهامة والمروءة والشرف والأمانة والصدق والوفاء والشيم، هذه هي. ومعروف حتى أن أبو سفيان قال لولا أن، وكررنا هذا الكلام كثير من مرات، أن يقال حد علي كذبة إلا كذبت على محمد عليه الصلاة والسلام. إذن انظروا إلى الجاهلية التي حتى القرآن ذمها، تبرد الجاهلية الأولى، ولكن هذه الصفات عندهم. ولكن بعض الناس يزعم أنه ينتمي للإسلام، ومع الأسف كثير من هذه الصفات ليست لديه. أرجو أن نزرع هذه القيم الشهامة مثلا في أبنائنا، ونبعثها من جديد، ونركز على أهميتها، ونكون على استعداد لتقديم القرابين وتقديم التضحيات من أجل الحصول عليها والمحافظة عليها. هذا ما أحببت أن أقوله. وتخيل لو كان هناك ناس يقودون الناس، لو كان بدون شهامة، فكيف يكون وضع العالم؟ أكيد في ناس عندهم شهامة عشان نكون صادقين، لكن قد تغاب عنهم أو قد يفتقدوها مؤقتا، أو حتى يفتقدوها على طول يعني للأبد. لكن لا نيأس، فإن
بإمكاننا بتوفيق الله ثم بالعمل أن نبعث هذه الصفات ونأكد عليها في أنفسنا وفي أقربائنا وفي المجتمع إلى آخره. هذا ما أحببت أن أقول في هذه العجالة، حتى ألقاكم بإذن الله في حلقة أخرى. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.